السلام عليكم يا رفاق، مرحبا بكم، عدت لكم فيديو جديد وحلقة جديدة. واليوم سنتكلم عن كيفية فك الضغط للملفات. هناك البعض الذي لا يعرف كيفية فك الضغط أو نقل الملفات أو معرفة إذا هذا الملف هو داتا أو OBB. لكي تكون المأمورية عليكم كلها سهلة، تقومون بتحميل تطبيق فك الضغط الأول عالميا والذي أرشيفيل الذي ظاهر الآن أمامكم في أول رابط في الوصف. بعدها ندخل إلى تطبيق زرشيفي. مثلا سأفك ضغط ملف دريم ليج سوكر. تضغط على الملف، بعدما تضغط على الملف تظهر لك الخيارات هذه: عرض، استخراج هنا، استخراج إلى اسم الأرشيف، استخراج، اختبار أو ضغط. أنت تختار استخراج هنا فقط، تختار استخراج هنا، يستخرج معك مباشرة. الآن سنستخرج OBB لكي أعلمكم كيفية معرفة إذا هذا الملف داتا أو OBB. الآن عدت لكم بعد اكتمال عملية الاستخراج. الآن قم بإخراج الملفات. عندما تريد إخراج الملفات تضغط ضغطة مطولة ثم مطولة، ثم تضغط على قص، ثم نفس الملف والذي هو تحميل، ثم إلى هنا. الآن نقل إلى هنا. الآن نفس الشيء مع ملف OBB، نضغط ضغطة مطولة ثم قص ثم إلى تحميل ثم هنا. الآن تم نقل الملفات كما ترى. هنا كيف تعرف إذا هذا الملف داتا أو OBB؟ نفس الملفان نقلوا إلى بعض، لكن سأحول الأمر إلى عادي. نحذف هذه الملفات كما ترى. هذا الملف يمكن تحويله إلى داتا أو OBB. تريدون تحويله إلى الداتا مثلا، تضغطون ضغطة مطولة ثم إعادة التسمية ثم نسخ. بعدما تنسخ تقوم بالإلغاء. الآن مثلا سأحوله إلى OBB، نضغط إلى قص ثم تحميل ثم إنشاء ملف جديد ثم مجلد جديد. ثم الآن تقوم بتحديد الكل ثم لصق وتضيف رقم 1 ثم حسنا ثم تلصقه هنا. الآن كيف تفرق بأن هذا ملف داتا أو OBB؟ ملف الداتا دائما يكون فيه ملف أو ملفان، فيل وشيء مثل، سندخل إلى أي داتا مثلا تجد فيه فيل، والألعاب تجد فيها شيء أشياء أخرى. المهم ملف الداتا يكون فيه ملف أو ملفان، وملف OBB دائما تجده ملف لا يمكن فتحه وينتهي بكلمة OBB. كيفية لصق الملفات لكي تشتغل اللعبة؟ هذا ملف الداتا، نقوم بقصه ثم الذهاب إلى ذاكرة الجهاز. بعدما الذهاب إلى ذاكرة الجهاز نذهب إلى أندرويد ثم داتا، نضغط على الدائرة الخضراء الذي في الأسود، وهكذا الملف قد لصق شيء سهل. نعود إلى ملف التحميل، ثم الآن الغلطة التي يقوم بها الجميع وهو نسيان رقم 1، رقم 1 الذي أنت ستتركه اللعبة لم تشتغل أبدا بسبب هذا الخطأ البسيط. الآن نذهب إلى ذاكرة الجهاز ثم أندرويد ثم OBB، والآن نلصقها، وهكذا قد اكتملت عملية فك الضغط ولصق الملفات. على كل، أتمنى أن يكون مقطع اليوم قد أعجبكم. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. أتعلمون بأن 96.7% غير مشتركون في القناة، ونحن نريد الوصول إلى 1000 مشترك في أسرع وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله.